أقل من شهر بات يفصل العراقيين عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي سيسفر عنها تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد الخارج للتو منتصرة من حرب طاحنة ضد تنظيم داعش لأربع سنوات مقبلة. وتتميز الانتخابات البرلمانية هذه المرة والمقرر إجراؤها في 12 من أيار المقبل بارتفاع عدد المرشحين الذين يرفعون شعار الدولة المدنية والإصلاح. من خلال رصدنا للحملات الدعائية نجد أن ظهور عدد غير قليل من التيارات المدنية. هذه التيارات تدعي في برامجها الانتخابية بناء الدولة المدنية وكذلك تدعي الإصلاح، وأعتقد ظهور هذه التيارات هو محاولة لإيجاد موازنة بين التيارات المدنية والتيارات الإسلامية. ومن أبرز التشكيلات التي ستخوض الانتخابات المقبلة تحالف سائرون نحو الإصلاح المدعوم رسميا من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويضم هذا التحالف شخصيات جديدة ذو اختصاصات مختلفة تريد أن تحقق أغلبية مؤثرة في المرحلة السياسية المقبلة من خلال التعريف عن برنامجها السياسي للمجتمع العراقي بمختلف طوائفه. نقول للشعب العراقي إن هذه هي رسالتنا، رسالتنا مقدسة باتجاه التغيير، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن كل العراقيين ومختلف شرائحه ومختلف أديانه ومختلف طوائفه ومختلف قومياته. سنكون لكل العراق من أقصى إقليم كردستان إلى أقصى الفاو إن شاء الله. هذه رسالة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر لكل العراقيين. رسالة السيد القائد هي رسالة تغيير، وهي رسالة أصلاح، وهي رسالة أيضا محاربة الفساد. تحالف جديد سيدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة اتخذت عنوان التغيير السياسي والاقتصادي للبلد من خلال تحقيق أغلبية برلمانية مؤثرة لتنفيذ برنامجها الانتخابي خلال السنوات الأربع القادمة. أحمد الحسيني، قناة الرشيد، النجف والأشراف.